الجدعان اللي قدام حضراتكم دول رجالة ذهب بجد ومبدعين، وحافظوا على حرفة مصرية تراثية يدوية من الإنقراض، وهي حرفة تصنيع الفخار اللي بيحولوا فيها الطين لمنتجات موجودة في بيوتنا جميعا من الفخار. وعشان كده الدولة سندتهم ونفذت ليهم قرية الفواخير في مدينة الفسطاط بمصر القديمة، واللي تعتبر أكبر تجمع للتصنيع وتسويق منتجات الفخار في قارة أفريقيا، وساعدتهم على الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، ووفرت ليهم الدعم الفني اللي يطور إنتاجهم، وأفران الغاز اللي تساعدهم على تقديم منتجات جودتها عالية. دلوقتي احنا في قلب قرية الفواخير اللي مساحتها 113 فدان، وزرناها عشان نتعرف على أحوال الجدعان من صناع الفخار ونشوف آخر إبداعاتهم والتحديات اللي بتواجههم. تعالوا في البداية نقابل أحمد زكي، وهو أحد صناع الفخار وصاحب ورشة كبرى للتصنيع، ويعتبر المتحدث الرسمي باسم صناع الفخار في قرية الفواخير. حضرتك نائب رئيس الجمعية التعاونية الإنتاجية لأصحاب مهنة الفخار والخزف. الاتحاد التعاون الانتاجي اتحاد ضخم جدا، تمام، ولكن عندنا مشاكل اكيد. عرفنا بها الاول، عرفنا مدى قدم هذه المهنه في مصر، عدد الحرفيين اللي شغالين فيها. انتوا ذهب اللي انا شايفه ده، انتوا صناع ذهب مش فخار. فخار حاجه كده انا ما بعتبرهاش حرفه، هي عيش بتتعامل معاه زي ما بتتعامل بالظبط مع الناس. من الميزات في صنعتنا وحرفتنا انها ما بتستوردش حاجه، تمام، وده الجميل في الحرفة. لو بصينا لمصر القديم فهو كل حياته كانت فخار، من أول الأكل والشرب لغاية الإضاءة اللي كان بيدور فيها لغاية التخزين. أحلى طواجم تتعمل فين؟ في الفخار. لغاية فندم التخزين كان بيلاقوا، أنا بتابع الكلام ده مثلا، بتلاقي من ضمن المقبرة الحاجات اللي كان بيخزن بيها، فبتلاقي أنية فخار فيها بلح مثلا، تلاقي فيها قمح، مازال عايش. طالما بقى مجالات. حضرتك متيم إلى هذه الدرجة بمهنة الفخار، عددنا قد ايه اللي شغالين فيها؟ هل بتنقرض؟ بتنقرض والعدة اسباب. مش مقبل عليها ليه؟ لانها حرفة فقيرة ما بتحققش الدخل اللي مطلوب، مع ان ما شاء الله كل الورش شغالة، ما كلها كله عمال يعمل تشكيلات. اغلب الورش، يعني انا نتكلم مثلا على سبيل المثال، انا راجل كبرت بس انا ما اقدرش اجيب ناس واشغلها عشان انا مش هقدر اغطيهم مصاريف مثلا. فانا لغايه دلوقتي بشتغل على نفسي، انا راجل شغال باجي من بيتنا اشتغل في ورشتي بدل ما اشتغل عند حد. يعني بنعاني في التسويق، بالظبط كده، بنعاني من عدم وجود معارض، بالظبط، صح كده، تمام. الخام متوفر يعني الخام محلي. العماله بقى فيها ندره بسبب ان الارباح قليله جدا او هامش ربح بسيط جدا. نقول لحضرتك، اقول لك على سبيل المثال، هو النهارده شاب بيجي يشتغل معايا عشان 100 جنيه، هو لو ركب توك توك يجيب 150 جنيه، هو لو ركب توك توك فهو قاعد، هو لو شغال صنايعي فهو تعبان. الأفران هنا يعني تم وضع مجموعة من الأفران ضخمة جدا عشان تسهل عليكم عملية التصنيع، تمام. فرق معاكم الأمر ده؟ لازم تحولت من الكهرباء للغاز عشان تقلل تكلفتك. لا، الفكرة كمان مش يعني سواء كهرباء أو غاز، هو ده المطلوب، لأن هي كانت فكرة اللي قام عليها التطوير، اللي هي فكرة عدم تلوث. خدته بكام بقى والتمويل حصل ازاي؟ احكي لي. لا، الفكرة كانت جت من نائب محافظة القاهرة للمنطقة الجنوبية، هو ده بقى الكلام اللي بص لو ده اتعمل بالشكل ده في اي حاجة هو ده اللي هينجح. فالسيدة جان نائب المحافظة للمنطقة الجنوبية هي اللي جابت البنك الاهلي وقالت له انا عندي حرف. الناس دي جت وعملت البروتوكول مع محافظة القاهرة، فجابوا، هما كانوا دافعين فلوس الأفران وكملوا فعلا كمان الولعات وجت. النهاردة أنا بيعيشني في حتة كويسة قوي، لأن أنا عندي منتج بيتحرق بشكل فيه تكنولوجيا، بمعنى أنا كنت بحرق شغلي بالعين المجردة. النهاردة أنا عندي تكنولوجيا بيقول لي الخامة دي بتتحرق على كام، بقول له على 1050، أضبط فرنك 1050 باشا كده فرن بقى تمام. غير العين المجردة، فدي جزء من الخدمة، وطبعا أساسهم عدم التلوث.